بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف السادس السنة، إن شاء الله النهاردة ريفيجن على يونت 1 2 بالنسبة للجرامر، يونت 1 and 2 من بوكلت جيم. ولكن دايما مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا تناولنا من قبل جزء الفوكاب على يونت 1 and 2، والنهاردة معنا جزء الجرامر. نمبر 1، yesterday يعني أمس، I found a bag on the bus، وجدت حقيبة في الباص، so I spaced it to the police station. طبعا هنا بسرد أحداث قصة في الماضي، يبقى الأفعال بتاعتنا باست ماضي، يبقى so I took it، took يعني أخذتها على مركز الشرطة. I spaced home at 7 PM yesterday when I saw the accident. طبعا هنا ماضي ومعاه فترة زمنية، سواء ساعة أو فترة من فترات اليوم، يبقى past continuous ماضي مستمر. يبقى I was driving، أنا كنت بقود سيارتي للمنزل لما شفت الحادث. His base fish since he was in Portsid. طبعا since يبقى present perfect، مضارع تام، بعده ماضي بسيط وقبله مضارع تام. يبقى هنا فين؟ he hasn't eaten، have or has plus ال PB. he hasn't eaten fish، لم يأكل سمك، since he was in Portsid. عندنا I got up early، أنا استيقظت مبكرا this morning، had breakfast، تناولت إفطار، dressed، and طبعا أفعالنا كلها باست، سرد أحداث قصة، and went to school، وذهبت للمدرسة. I spaced a shower when the telephone rang so I couldn't answer it. أنا كنت باخد شاور لما التليفون رن، لذلك لم أرد. طبعا هنا continuous، when past simple قبلها past continuous. I was having a shower. Please take off your shoes. لو سمحت اخلع حذاء. I have space cleaned the floor. أنا لسه حالا طبعا هنا منظف الأرضية. I have just cleaned. I have just طبعا هنا just معناه حالا. When my father was a student، لما والدي كان طالب. He space a personal computer. طبعا هنا he عايزين جملة بتعبر عن النفي. He didn't have. طبعا هنا didn't have يعني لم يكن عنده في الباست، لأن حدث بدأ وانتهى. My son is based on my mobile phone but he stopped when he saw me. طبعا والدي كان بيلعب على الموبايل لما بط، ولكنه توقف لما شاف. طبعا هنا continuous، يبقى my son أو ابني، my son ابني كان بيلعب على الموبايل لما شافني توقف. طبعا هنا was playing. When we arrived at the station، لما وصلنا المحطة كان القطار غادر، يبقى we got on the train ولا we had got on the train. طبعا هنا when ماضي بسيط، وعندنا هنا الجملة التانية ماضي بسيط. When we arrived at the station we got on the train. got on يعني ركبنا القطار. While I طبعا while I space lunch someone knocked on the front door، واحنا بنتناول. طبعا هنا while past continuous، يبقى while I was having lunch، وانا بتناول الغداء، حد طرق knocked on the door. I space my hands so that I can help you with the cooking. I so that I can طبعا دي present، يبقى قبلها present. I was I have washed my hands. I have washed، أنا غسلت إيدي. طبعا هنا حدث وما زالت أثر موجودة، لذلك أستطيع. طبعا هنا can present، يبقى قبلها present. When my brother was as a schoolboy، لما ابني كان طالب في المدرسة. He spaced long distances. طبعا هنا when my brother was a schoolboy he walked. طبعا when my brother was طبعا ماضي بعيد، يبقى past simple past simple. he walked to school. He spaced on the bank fishing when he saw a man's hat floating down the river. طبعا هنا هو كان بيصطاد في على ضفة النهر لما شاف قبعة شخص تطفو على سطح الماء. يبقى he was sitting on the bank fishing. he was sitting كان بيجلس. طبعا هنا بتعبر عن continuous. he was sitting. We can't go ahead with the meeting because very few people space interest. طبعا can't مضارع، يبقى هنا present perfect. Very few people haven't shown interest. طبعا لم يظهروا ايه اهتمام. طبعا هنا we can't go، مش هنستمر في الاجتماع لان شايفين ان في ناس مش بتظهر اهتمام. يبقى هنا have
haven't show يعني لم يظهر haven't show interest ولا have show because very few القليل منهم haven't show interest ولا have show طبعا هنا have show يعني أظهروا القليل أظهر عدم الاهتمام أظهر هنا الاهتمام القليل جدا اللي أظهر الاهتمام فطبعا هنا بتدل على النيجاتيف اللي هي ايه فيو نفسها I rang the bell أنا رنيت الجرس 6 times 6 مرات but no one ولكن لا أحد يرد but no one answered but no one answered يعني أحد يرد طبعا هنا باست سيمبل لأنها حدث ايه لحظي I see the book you were looking for here it is طبعا أنا وجدت الكتاب اللي أنت بتبحث عنه I found the book ولا I had found the أنا وجدته طبعا past perfect ولا I am finding ولا was ولا have found ناخد بالنا إن عندنا جملة تانية here it is اتفضل يبقى معنى كده إن هو إيه إن هو past present perfect I have found أنا وجدت الكتاب اللي انت كنت بتبحث عنه فطبعا ناخد بالنا من الجملة يبقى هنا present perfect here it is what were you doing when the door bell rang انت بتعمل ايه لما جرس الباب رنج I was making a cake انا كنت بصنع كيكة طبعا هنا ردينا ب past continuous he faced great expectations when he was in the library طبعا he read قرأها when he was ليه لأن when he was past simple past simple he read great expectations هو قرأ القصة عندما كان في المكتبة when محمد entered the room لما محمد دخل الحجرة شادي space tv شادي كان بيشاهد tv بهنا was watching لأن continuous there are the glasses space ever I ever since I was طبعا ever يبقى present perfect I have ever I have worn I have worn ever since I was 30 يعني لم أرتديهم أبدا منذ I was 30 كان عندي 30 سنة math الرياضيات is space for my sister than في than يبقى easier than يعني أسهل من طبعا دي short adjective صفة قصيرة she was exhausted because she spaced 200 meters طبعا she was exhausted هي مرهقة because she طبعا ماضي بسيط يبقى ماضي تام she had swum I spaced at the company for 5 years when I got the promotion. طبعا هنا أنا كنت بعمل في شركة لمدة 5 سنوات. I have been working ولا I had been working. طبعا had been لأن هنا I got ماضي يبقى ماضي تام مستمر. أنا كنت بعمل. Studying English grammar was the space experience in Ahmed's life. Studying English grammar was the most في ذا يبقى most exciting experience طبعا هنا most لأن ده أسلوب إيه تفضيل he spaced his leg so he couldn't walk طبعا هنا couldn't ماضي يبقى هو كسر رجله انكسرت he had broken his leg he had broken his leg يعني رجله مصابة لذلك لا يستطيع المشي طبعا هنا couldn't ماضي يبقى عايزين الماضي قصادها وطبعا الفعل break نفسه لا يضع في الكونتينوس لأنه فعل إيه من الأفعال اللحظية By the time we finished the meal بمجرد ما انتهينا من الوجبة We space for half an hour طبعا هنا We had طبعا by the time we finished the ماضي بسيط يبقى هنا الماضي تام We had eaten for half an hour يعني كنا بناكل بقى لنا نص ساعة يبقى We had eaten يعني تناولنا الأكل لمدة إيه نصف ساعة We had eaten على إنها past perfect ولا طبعا had been eating طبعا for half an hour إدت لنا long action يعني حدث مستمر يبقى هنا had been eating كنا بناكل لمدة نصف ساعة طبعا ليس فعل لحظة هنا ولكنه فعل long يعني طويل يبقى معنى كده had been eating وليس had eaten لأن لو حذفنا for an hour نقول we had eaten ولكن for have an hour ادت لنا طبعا هنا
يعني مدى زمني أطول يبقى had been eating. When I arrived the lesson space so I didn't find it easy to follow. طبعا لما وصلت كان الدرس بدأ لذلك لم أستطع المواصلة. طبعا كان بدأ had already started. Had already started يعني كان خلاص الدرس إيه already بالفعل started بدأ. عشان كده ده الحدث الأول اللي هو بدأ وبعدين وصولي فعشان كده إيه لم يستطع المتابعة. She doesn't really like soft drinks. هي مش بتحب المشروبات soft drinks. So the space bottle you find the space it will be for us. She doesn't really like soft drinks. So the smaller bottle ولا smaller a bottle you find the smaller a bottle you find the cheaper as in ER و ER the smaller the cheaper. ليه كلما وكلما يعني كانت كلما الزجاجة تكون أقل كلما تكون أرخص. Our team fell in a space well for an hour before it started to rain. طبعا هنا before it started ماضي بسيط يبقى ماضي تام يبقى وكان بدأ. Our team had been playing well for an hour. طبعا for قلنا مدى زمن الأطول يبقى خلاص كان بدأ يبقى had been playing. She spaced to make a cake but she ran out of time. طبعا هنا she was intending طبعا الفعل intending يعني ما يتحط لا يضع في الcontinuous. She intended she had intended and عندنا but she ran out جرت بسرعة يبقى she intended to make نوت ان هي تعمل كاك طبعا دي النية اللي هو الباست بيرفكت اللي هو الماضي تام الحدث الأول وبعدين أسرعت للذهاب. Sharks are better than lions طبعا sharks والأسلوب مقارنة يبقى long adjective يبقى more dangerous than. We spaced the house for hours before the first guests arrived. طبعا هنا for يبقى past perfect continuous. We عندنا possible يبقى we had been preparing. كنا بنعد المنزل قبل ما الضيوف توصل. Had been preparing. She spaced answer the question until she had looked at it twice. طبعا هنا past perfect يبقى past simple ونegative. يبقى she couldn't answer the question. He is bigger than he used to be last year. He is fatter يعني أسمن طبعا هنا fat صفة قصيرة يبقى عندنا fatter. The meeting ended after they space all afternoon طبعا all بتدي مدى زمني أطول. They were negotiating after they were ولا had been negotiating had been negotiating على إنه past perfect continuous كانوا بيتفاوضوا. She had already called the waiter twice before he spaced the bill. طبعا she had already كانت ينادت على الجرسون مرتين before she طبعا هنا past she brought before he brought the bill طبعا past simple. You should buy the green trousers. يجب أن تشتري الحذاء أو البنطلون الأخضر. They are the space in the shop. طبعا هنا the more the least expensive طبعا هنا الأقل ثمنا اللي هو أسلوب تفضيل في المحل يعني كانوا أقل شيء ثمن في المحل. The children weren't hungry. الأطفال ليسوا جوعانين. They spent their lunch. بالفعل هم تناولوا الأكل. They had already eaten their lunch. يبقى بالفعل ده اللي هو إيه past perfect past perfect. عبير and عمر are the same height. عبير وعمر نفس الطول. They are the space each other as tall as طبعا هنا as tall as. She spaced to the same hairdresser for years before it shut down. طبعا كانت بتذهب لهذا المحل من قبل for years. طبعا هنا for قلنا بتدي مدى زمني أطول يبقى past perfect continuous لأن عندنا هنا it shut ده ماضي بسيط عشان لو هي present يبقى it shuts يبقى she had been going. She had been going to the same. كانت بتذهب لنفس المحل. ومن هنا وصلنا لنهاية مراجعة lesson 1 and 2 بالنسبة للجرامر. وانتظروا معنا
يونت 3-4 من بوكل جيم على جزء الفوكاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.